يا سيد الوزير جينا تبع مع المديرين العامين يا نتفقوا وممثلين نتاعو تمشي وفي محضر جلسه مع اتحاد الفلاحين انه الموضوع نعم انا هكا ريت زاد الناس تبدا عندها حق اللي يجي يعطيه كلمه هو باش يقدم هو باش وهذا في اقرب وقت احنا ديجا اليوم في الجلسه هذا نزيدوا نتصلوا به السيد الوزير ونطلب معاه موعد يا يجي هو يبعث لنا كتاب الدوله المهم الموضوع خلي يجي لهنا وما نكثروش الحديث زوز ثلاثه عندهم الموضوع يتحدوا هم الاشكاليات وهم طالبين الحلول برسي